قد أنصح لأبي والرب بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم نصحا والإرشاد لكن فقد أهملت نصحا وإرشاد ولا رشدا من أي فم ولم أكن مصغيا رشدا من أي فم قد أنصح لأبي والرب بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم هبوب الريح مثلا وأنزلت لكل حبوب الريح مثلا تروح بالأذن تغنية النسيم قد أنصح لأبي والرب بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين